كيفية تقسيم العشور في حالة احتياج أحد أفراد الأسرة؟ احتياج أحد أفراد الأسرة إذا كان أنا طبيعي مسؤول عنه، العطاء بتاعه ما يدخلش في العشور. لكن حد غريب، يعني حد من الأسرة بس بعيد وأنا مش مسؤول إن أنا أصرف عليه، خلاص نديله جزء حسب احتياجه. حد بيسأل، هل الزواج من طائفة أخرى